يا اهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم بعد الفاصل. المبدعين السعوديين لا زالوا على الجبهه زي ما يقولون، ومتصدرين دائما قائمه الابداع. اليوم بالحديث عن المصورين باسم البلد المملكه العربيه السعوديه، اكيد لينقلوا الصوره البهيه عن المملكه الحبيبه الى العالم طبعا، ونقلوها عن طريق عدساتهم وفنهم طبعا اللي يستخدموه، ورقيهم في نقل حتى الصوره وتجسيد بعض المواقف الانسانيه عن طريق الصوره. ضيفنا اليوم بدا مسيرته في مجال التصوير من 13 سنه، طبعا حصل على جوائز عالميه وتصنيف من منظمه التصوير EA. طبعا هذه المنظمه عريقه جدا واعتمادها لا ياتي بالسهل مثل ما احنا نعرف. خالد صالح الجمعان عمل في القاعده او في القاعده الجويه بالظهران كمصور عسكري، وتخصص في مجال تصوير حياة الناس، وأصبح يسافر لأجل الصورة. أهلا وسهلا فيك، منورنا. أهلا والله، أهلا، نسعد الله صباح أخوي. بالعكس شيء شرف لي اللي تشرفت في هالقناة دي اللي أسميها حلقة الوصل لكل مبدع ولكل فنان. أشكر لك أخوي، الله يحفظك. منورنا. في البداية خلينا نسأل السؤال التقليدي، ولكن البعد قد يكون مختلف. اليوم لو تكلمنا عن مسيرة 13 سنة يعني فيها صولات وجولات ومواقف وجوانب كثيرة، الشغف من وين ابتدى خلينا نتكلم في التصوير؟ شوف يعني بعد أنا كبداية أولا كنت محب للرسم طيب، ولكن كانت تنقصني على قولتهم الأدوات يعني حتى أكمل اللي في بالي أو في رأسي. المهم يعني فتركت الرسم، ولكن ما زال في بالي التكوين وحب الشيء الجميل. كنت أشوف الزاوية في عيني في كل شيء جميل أشوفه، ولكن ودي أخرجه للآخرين، ولكن ما في أدوات اللي أستخدمها. فيما بعد عندي امتلكت الكاميرا، صارت الكاميرا هذه شغفي، هذه حياتي، كان وكل هذا الوضع كان بيني وبين نفسي، كنت أصحح لنفسي الصورة هذه حلوة وحلوة بيني وبين نفسي. إلى أن تطورت يعني وحاولت أطور يعني هذا الشغف فيني، وحبيت أشوف الناس اللي هم أقدم مني وتعلمت منهم. يعني ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني شخصين في حياتي هم اللي مسكوني من يدي وطلعوني صراحة من المجال، وفرقت عنهم بأسلوبي، فرقت عنهم بطريقتي، فرقت عنهم يعني بالتكوين اللي أنا أرسمه في ذهني. فالأخ الله يجزاه خير يونس السليمان، هذا يعني عزيز وغالي من الرياض، والأخ القدير صراحة عباس الخميس، هذين هم مسكون الفيديو. فبعدين أخذت نهج طريقتي، حبيت تكون صورة حياة الناس اللي هي تلامس شغفي أنا وطابعي أنا، يعني بسيط يعني بحيث أني أقدر أقلد، ولكن ما أحب، أبيها بصيغتي، أبيها بالطريقة اللي أنا أحبها يعني. ولي والكلام يطول في هالمجال وانا اخوه، ولكن تصوير حياه الناس من اجمل حاجه. ليش؟ لانك انت كانسان تخرج الانسان الثاني اللي في نفسك، عرفت؟ وهذا المقصد. بحين تكون فيها حزن الصوره، بحين تكون فيها فرح، بحين تكون فيها انكسار، ولكن لازم انت تثبت هاللحظه الجميله هذه وتخرجها بصوره لائقه للانسان الطرف الثاني. أستاذ خالد، يعني أنا قاعد أشوف الصور رائعة ولفت نظري صورة الخال الأبيض، إذا ممكن ترسل لي هو بعدين. الله يسلمك، تسلم. نبغى نسألك في البداية عن التصوير العسكري للطائرات، كيف كانت وش اللي يعني أكيد كانت لك رؤية تبغى توصلها، في جانب حاب توصله للمشاهد؟ أكيد طال عمرك إحنا يعني نمتلك في هالبلد الكريم الطيب هذا منظومة شرف، منظومة قوة، منظومة عز. أنا أحد الزملاء طبعاً، أنا كنت في قطاع غير القطاع اللي يسمح لي أني أصور مجال الطيران، ولكن هو مكتشفني وعارفني، قال لي خالد أنت لابد تكون متواجد هنا. فتواجدت، واللي زادني شرف يعني بلغ فيك أكون معك صراحة، واللي زادني شرف هو يعني وجود الفترة اللي كنت فيها، وجود صاحب السمو الأمير يعني تركي بن بندر، كان صاحب رؤية، كان صاحب كيف إن نتعلم منه بطريقة مباشرة وأحيانا غير مباشرة. هذا الشيء اللي نصوره يعني أي طائرة أو أي وسيلة اللي دفاع عنها البلد هذا لابد نخرجها بصورة تكون فيها قوة، تكون فيها شجاعة، تكون فيها عز. فدائما تشوف حتى التصوير بالطيارة تلقاني أربط الطيارة بالمكان اللي فيه واقعنا أرضنا، وبأحيان أصور شبحية الطيارة أو قوة الطيارة، بأحيان أرسم
من يقود الطيارة وهو في ثقة تامة في عز، تشوفه يعني تقول سبحان الله كيف هالآلة العظيمة دي يقود هذا الشخص المبتسم هذا القوي صاحب الثقة اللي في راسه. فكنت أجمع بين قوة وكنت أجمع بين ثقة، فهذه خلنا دائما قلت كذا تصوير الطائرة سبحان الله الطيارة لها زوايا كثيرة. فحتى من بعض الصور، من بعض الصور اللي حبيت أصور طيارة يعني كرهتني أصور طيارة زي اسمها عين النملة من تحت لفوق حتى أطلعها أكبر، لا وجدت إن لما أصورها زي عين الصقر من فوق إلى تحت فيها جمال أعظم، فيها جمال يعني وأمر جدا بعد النظر هذا رائع جدا يعني زوايا مختلفة يمكن فيها تجسيد للصورة بمعنى آخر. اليوم خلينا نتكلم في جانب اللي هو تصوير الناس، يعني أكيد له قصة، له في صور احنا تحضرنا كثير على الهواء، لكن في صورة شدتني اللي هي صورة الأبقار مع الناس تقريبا وقاعد يحرثون تقريبا الأرض، خبرنا عنها وش سالفة هالصورة هذه؟ أشوف طبعا أنا الصور اللي امتلكها في المجال هذا كثير أخفي، ولكن أنا دائما أحب العمل الأخفيك، أحب الشيء الحركة، الصورة اللي فيها يعني تجسد لي حركة إنسان يشوفها فيحس فيها عمل فيها قوة. هذه الصورة كانت في وقت بداية زراعة الرز في النيبال، من عندهم مناطق قريبة من جبال الهيمالايا يزرعونها. كل شيء يعمل، الله يكرمك، الدابة اللي يستخدمونها تعمل، الرجل اللي يعني طبعا ترى كانت الصورة كثيرة بس أنا بتكلم لك، أنا لو أشوف الصورة كان علقت عليها أكثر وأكثر، ولكن أنا أتكلم عن الطابع اللي عارفه. أنا أي صورة فيها عمل فيها تجسيد فيها حياة أحب أثبت هذه اللحظة، حتى لما أكسب لما تجيني شعور وانطلاقة داخلية من هالصور فعلا. وفي صور كثيرة أنا أقدر أحكي لك قصص عنها، لا أخفيك أنا قارئ للصور يعني ما حقول فلسفة، لا أحب كل لحظة، أحب كل جزء فيها صورة، أحب الترابط في الصورة، أحب التكوين. لحظة هنا أستاذ خالد تأمن بالله في مسيرة الإعلامية مع احترامي لكل المصورين، لأول مرة أنا استضيف ضيف في البرنامج بيكون عنده هذا الحس أنه في هدف في غاية في أنت حضرتك بتتكلم يعني أخذت العالم ثاني مختلف يعني عندك رسالة سامية يمكن إلى الآن نحن ما وصلتنا. اليوم من خلال التصوير أو جلسات التصوير أو تصويرك لهذه سواء كانت المناظر الطبيعية أو للأشخاص هذه وش حاب توصل؟ في عمق عند حضرتك لسه ما ظهر للناس. طيب كلك ذوق اختي، سؤالك بالعكس سؤالك جيد جدا يعني ولا يهون اخوي. شوفي اقول لك اياها بالمعنى الصحيح. اكيد اكيد. طيب انا اسافر يعني اسافر الاغلب مثلك، لما اسافر فيتنام اروح شمال فيتنام، لما اسافر نيبال اروح في قرى يعني تخيلي نوقف يعني السياره ما تقدر تنقلنا خلاص نوقف في مكان ننطلق نمشي تقريبا يومين ونص حتى نوصل هالقرى ذي. أهل القرى ذي لا يعني تكتشفين إنسانيتهم، تشوفين الإنسان الطبيعي، تشوفين اللي يبتسم، ما هم مو فقراء، هذه الحياة اللي قسم لهم، هم راضين كل الرضا نعيش معهم. طبعا تخيلي ابتسامة واحدة والله العظيم ابتسامة بتحس إنها صادقة يا أخي، تحس ضحكتها حلوة، تحس والله العظيم والله خليت ودنا نروح نحجز نروح على تونا نتكلم قبل الهوى على البساطه هذه، واليوم انت فتحت لنا هذا الباب وتكلمت فيه بعمق اكثر. يا رجل قسم بالله تعرف إيه؟ تشوف نفسك فعلا، شفت الفقر هذا، ما قلت ما سميه فقر، هذه حياتهم راضين فيها، بس تشوف طبعا الساعه 7 تخيل الساعه 7 نعتبر سهرانين، الساعة 7 بالنسبة عندنا عشان كذا عمارهم طويلة وجميلات وجميلين وعايشين حياة فيها كذا روحهم كده فيها بساطة جميلة متناغمة مع الحياة. أقول الشيء إحنا نسافر تقريبا يمكن 12 يوم 13 يوم تدريب في 13 يوم حتى عضلاتك تشد لا إراديا، الجسم تحس يصير والله العظيم الأكل الطبيعي كل شيء أكل طبيعي فعلا فعلا. هذه التجارب أستاذ خالد ولا قاطعك، هذه التجارب اللي أنت تتكلم عنها اليوم هي اللي ممكن تخلق لنا صورة عفوية جدا قد توصل مشاعر كثيرة يمكن إحنا ما عانينا فيها وما دخلنا في هذا المعاناة. هذه الصورة اللي أنت جسدتها اليوم، البعد هذا تصويري عندك في نقل الصورة أكثر. اليوم في ناس متوجهين لهذا المجال التصوير وعالم التصوير يعني في عندهم أساس واضح، ولكن الأساس اللي تملكه أنت قد يكون بخبرة 13 سنة ينفعهم في المستقبل. إيش نصائحك لمن هم مقبلين على هذا المجال؟
أول شيء لا مانع في البداية التقليد واحد. التقليد اللي سوقك إنك إيش تبدأ، يعني زي ما حد يمسك من يدك يقول لك تعال سوي كذا سوي كذا سوي، بس فيما بعد فيما بعد يعني الصورة لما تكون بخاطرك أنت قلبك أنت، لأن الصورة لما تتجسد كيف تتجسد ونقوك أقصدها أنت كمصور لما تتخيل التكوين، يعني لما نحط الكام في عيني هنا عارف بيسوي الرجال هذا عارف التكوين هذا الثلاثي هذا أبغاه، يعني السابجة في الموضوع أنا أتخيل إيش بيسوي، بيقوي الصورة أو بيضعفها، وأنك لك أشوف الصورة هل هي ناجحة ولا لا. هنا كيف تجي؟ تجي بالممارسة تجي أنك تتعلم لوحد يناقشك، يعني هو أعلم منك وأفهم منك، لا تسوي نفسك فاهم ترد إيه لا لا ما أنا يعني لما نحن بحين هذا مشكلة مصورين عتردي إحنا لما تناقش مع والله مو بمقصد قسم بالله إني أتفلسف عليك ولا أسوي نفسي إني أكبر منك لا إيه ترى الصورة فيها الصورة فيها ترابط، الصورة ما هي تطلع فيها ترابط، ما هي بصورة أنا أخوك أسميها توثيقية. دائما العمل الفني تشوفه اليوم تشوفه بكرة بعد شهر بعد سنة بعد سنتين هو هو هي هي الصورة تشوفها تقول نفس القوة فعلا. نفس القوة هي فيها إيه، أما الصورة هذه اللي تقول يعني أنا بغاك تطلع من صورة توثيقية إلى صورة عمل فني. نعم. شوف سنة سنتين هذه كيف تجي؟ معذر تجي إيه تجي بالتعب تجي بالممارسة تجي تحرك يدك تجي تسأل. نعم. لا تستحي. شوف نسمي. نعم. أستاذ خالد شكرا دبي. جدا لتواجدك معنا نورتنا وعطيتنا طاقة إيجابية. إذا ما كنت مخطئة اللي الفرق ما بين حضرتك والبقية هو الشغف. الإنسان متى ما يحب ما يعمل ويعمل بشغف صدقني رسالته توصل أهدافه توصل وكل جمالياته اللي بتكلم عنها توصل. طبعا يعطيك ألف عافية شكرا لك ونتمنى لك التوفيق. آمين. شكلكم مقدر شكلكم مقدر وأنتم الإيجابيين صراحة. أنا دائما أسميكم أنتم حلقة توصل لها الشباب الوطن الطيب على رأسنا من فوق وهذا واجبنا. والله جدا أنا أتابعكم أي مبدع اللي أنتم مسكتوا بيده أنتم الجميلين صراحة. الله يخليك أستاذ خالد تستاهل كل خير شكرا لك.